السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فدرسنا اليوم من علامات الساعة الصغرى التي لم تقع، منها كلام السباع والجمادات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، وحتى تكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، وتخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده. أخرجه الترمذي في الفتن، وقال: هذا حديث حسن صحيح. شرح الغريب: عذبة صوته، عذبة الصوت أي طرفه. السباع أي وحوش الحيوان كالأسد والنمر، أو وحوش الطير كالنسر والصقر. شراك نعله أحد سيور النعل تكون على وجهها. شرح الحديث يشير إلى تغير جوهري في قوانين الأشياء، وخرق للنواميس المعهودة، وهذا الخرق يكون بين يدي الساعة. ومن علاماتها يشير صراحة إلى مخاطبة العجماوات من السباع الإنسان، وكذلك الجمادات، وهذا أمر غير معهود وخارق للنواميس. وكونها غير معهودة لا يعني أنها محال، بل الأدلة تشير إلى وقوع مثل ذلك حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب، فأخذ منها شاة فطلبه الراعي، فالتفت إليه الذئب فقال: من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري. وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها، فالتفتت إليه فكلمته فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني خلقت للحرث. قال الناس: سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك، وأبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. أخرجه البخاري في المناقب، البخاري مع الفتح. فهذا الأثر يصرح بكلام الذئب والبقرة، وهو خارق للعادة. لذا تعجب الصحابة من ذلك، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يؤمنون بحصول ذلك. ثبت في أحاديث أخرى أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكونا في القوم عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة، وذكرت كتب الدلائل وذكرت كتب الدلائل قصة شبيهة لها وقعت مع أهبان بن أوس، مع ذئب كلمه بعدما أخذ شاة من الغنم، ثم أخبره الذئب بأن هناك ما هو أعجب من حديث الذئاب، وهو خروج محمد ودعوته لله. فأتى أهبان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالقصة وأعلن إسلامه، فيحتمل أن قصة أهبان وقعت وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذاك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وعاينا القصة بنفسيهما. لذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة، ثم بيّن في ختامها بأنه أبو بكر وعمر يؤمنون بذلك. وفي هذا الحديث لطيفة عجيبة، وهي قول الذئب: من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقد ذكر بعض العلماء أن المراد بيوم السبع أيام الشدائد والفتن التي تشغل الناس
فيذهلون عن غنمهم. ليس هناك أي إشارة في الحديث ترشد إلى زمان تلك الخوارق، ولعلها تكون بين يدي الساعة أو خلال الفتن والملاحم العظمى. قد يستغرب البعض أو يستهجن أو يستجهن أو يستبعد حصول ذلك، أو يميل إلى تأويله، مع أننا في عصر رأينا فيه عجائب لو ذكرت لمن قبلنا لاعتبروها من الخوارق، كالجمادات التي تتكلم أو تعرض صورة حية، بل أصبحت قطعة بلاستيك صغيرة، الجوال أو الموبايل، كفيلة بربطك بأي مكان بالعالم بالصوت والصورة. وهناك أجهزة تنصت أو تصنت صغيرة جدا، أقرب في الحجم من شراك النعل أو عذبة الصوت، وهذه الأجهزة تقوم بالتسجيل بالصوت والصورة، وأصبح الأمر بديهيا في هذا العصر. فإذا كانت هذه قدرة البشر، مع أن المدير الحقيقي لها هو الله سبحانه وتعالى، فهل نستغرب من حصول تلك العجائب بقدرة الله في آخر الزمان؟ ونحن أصلا نعيش في زمن عجائب المخلوق، فكيف بقدرة الخالق؟ والأصل في المؤمن أن يتمثل قول الله سبحانه وتعالى: أعلم أن الله على كل شيء قدير، البقرة، من الآية 259. ولا يتعجب من حصول أي خارق ما دام هناك دليل صحيح يرشد إليه، لأن قدرة الله مطلقة. يقول الله سبحانه وتعالى على لسان الملائكة التي تخاطب زوج إبراهيم صلى الله عليه وسلم بعد تبشيرها بإسحاق وتعجبها من هذا الأمر الخارق: قالوا أتعجبين من أمر الله؟ هود، آية 73. فسبحان من أنطق لسان الإنسان وأعجم لسان السباع، وسبحان من ينطق ألسنة السباع في آخر الزمان. قد يرى البعض أن الحديث ليس على حقيقته، بل هو كناية عن المخترعات المعاصرة التي نشهدها في عصرنا، وإمكانية وضع أجهزة صغيرة في الأحذية واردة، وكذلك عذبة الصوت إشارة إلى أجهزة الجوال، وقد كان لبعضها مثل عذبة الصوت. يحمل كل الحديث على هذه النوعية، فإذا لما لا يحمل كل الحديث على هذه النوعية من المخترعات التي عهدها عصرنا؟ وهذا القول له ما يبرره إلا أن هناك موانع من حمل الحديث عليه، منها أن هذه العلامة لم تقتصر على الجمادات، بل تعدتها إلى العجماوات كالأسود والسباع، وكذلك فخذ الإنسان. وهذا يجعلنا نحمل الحديث على حقيقته. ولعل وقوع هذه الخوارق يكون في زمان الدجال نفسه المعروف بكثرة الخوارق. يضاف إلى ذلك أن الأصل حمل على الكلام على حقيقته، إلا إذا كانت هناك قرينة تصرفه من الحقيقة إلى غيرها، أو كان هناك مانع يمنع من تصور وقوع الأمر، وهنا لا توجد قرينة صارفة، وليس هناك ما يمنع من الوقوع، لأن وقوع ذلك يدخل في باب الممكن للمستحيل. بل إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بحصول ذلك في الحديث الصحيح يعزز حمل الحديث على حقيقته. انتهى الدرس. وأما درسنا القادم فهو سوف يكون عن شياطين تقرأ على الناس قرآنا، فهذا الدرس عجيب. شياطين تقرأ على الناس قرآنا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.